قال الفتى الشاعر زعل نومي وحالفنا السهر كل ما فتحت الراديو اسمع من العالم خبر اخبار شي تفرح شي تجلب الى القلب الكدر وخايل ان الكوكب ارضي مزلزل مستقر العلم يتقدم بسرعة فوق طاقات البشر فيشتهي المريخ والثاني مسافر للقمر يتقدم بسرعة فوق طاقات البشر فيشتهي المريخ والثاني مسافر للقمر وحد بغى القطب الشمالي باه يلقي له مقر والحضرم يا اخوي حتى في بلاده مستقر الحضرم يا اخوي حتى في بلاده مستقر دايم وهو حامل جوازه والحقيبة للسفر دايم وهو حامل جوازه والحقيبة للسفر اما للسعودية الكويت ولا لقطر مسكين بو حضرم عبر وقته يصاليها قدر مسكين بو حضرم عبر وقته يصاليها قدر اما للسعودية والكويت ولا لا قطر مسكين بو حضرم عبر وقته يصاليها قدر اما موظف ولا على ظهر مشده للمدار ولا على ابواب المتاجر يحرس اموال التجار ولا على ظهره مشد للمدار ولا على ابواب المتاجر احرس اموال التجار مسكين بو حضرم عبر وقته يصاليها قدر ونساهن البترول بتروله وينه ما ظهر اذا سأل عالم جيولوجي بغى منه خبر عن حالة البترول راسه جواب في حذر كأن هناك أسرار يخفيها وراء تلك الحفار يا شركة التنقيب في بترول معنا ينتظر والله يا أبو حسين في بترول معنا ينتظر اللي بايخفف على الحضار من مشقات السفر قال الفتى الشاعر زعل نومي وحالف من السهر كل ما فتحت الراديو اسمع من العالم خبر اخبار شي تفرح وشي تجلب للقلب الكدر وخايل ان الكوكب الارضي مزلزل مستقر والله والله مستقر لا والله مستقر والله والله مستقر والله والله